أصدقائي الأعزاء، تم إعداد هذا الفيديو من قبل مركز سندس المجتمعي لكم، وسوف يتيح لكم الفرصة لرؤية التعبير المجازي، وهذا التعبير المجازي سوف يساعدنا في ملاحظة أحاسيس الجسد، المشاعر والأفكار التي تجول في خاطرنا من منظور مختلف. تخيلوا أن جسدكم هو عبارة عن منزل، وتم حضور بعض الزوار إلى هذا المنزل. ما مدى أهمية الترحيب بهؤلاء الزوار بالنسبة لنا حتى يشعرون بالارتياح كوننا معهم ونقدم لهم ما يحتاجون؟ قد لا يكون أحد الزوار من المفضلين عندنا، ولكن دعونا نرى القصيدة التي سأقرأها عليكم والتي تدعونا لرؤية الجسد البشري. هذه قصيدة لرومي وتدعى منزل الضيوف. سأقرأ القصيدة عليكم وسيكون لكم فرصة الاستماع لها، وأنا أدعوكم لإغلاق أعينكم وأدعوكم للإحساس بمشاعر الجسد التي تقدمها لنا هذه القصيدة في هذه اللحظة. أيًا كان ما يأتينا من فكرة أو إحساس من أحاسيس الجسد أو أي شيء آخر، فقد دعونا لنكون ودودين معهم. وهي القصيدة تبدأ الآن. كوننا بشر يعني لنا منزلا للضيافة، كل صباح يأتي زائر جديد، متعة، كآبة، خسة، بعض الإدراك المؤقت يأتي كضيف غير متوقع. رحب بهم وقم بتسليتهم جميعا. حتى ولو كانوا حشد من الأحزان التي تشتاه منزلك بعنف لتفرغ أثاثه، ومع ذلك عامل كل ضيف بصدق. قد يطلب منك الخروج من المنزل لبعض المتع الجديدة، الفكرة المؤتمة، العار، الحقد، قابلهم عند الباب ضاحكا
ندعوهم للدخول. كن ممتنا لأي كان سيدخل هذا البيت. لأن كل واحد منا قد أرسل كدليل من العالم الآخر. رومي. ما هو الشعور الآن؟ من هم ضيوفك الآن؟ ربما قد يكون ضيف غاضب، حزين، أو حتى ضيف يجعل حياتك صعبة. يمكنك رسم جسدك كبيت وارسم ضيوفك فيه. شاركنا إذا أحببت. شكرا لكم. مركز سندس المجتمعي.